بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بإذن الله تعالى بشرح متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة، ثلاثة أصول. لكن قبل أن نبدأ بدراسة هذا المتن نسأل أسئلة خمسة، عندنا أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بالدراسة. السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ لو قال لك قائل: لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا لا ندرس مثلاً ال الكمبيوتر، اللغة الإنجليزية مثلاً؟ تقول ان التوحيد هو حق الله العبيد، خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى، لا يقبل الله سبحانه وتعالى اي عباده الا بالتوحيد، لا يدخل الجنه الا موحد، تكثير الحسنات تكثير السيئات. ثم قد يسالك سائل تمشي في الطريق ويسالك سائل يقول هل انت مسلم موحد؟ تقول نعم انا موحد. يقول ما هذا التوحيد؟ اذا قلت انا لا ادري ما هو التوحيد، يقول انت كاذب. كيف؟ الله سبحانه وتعالى يجعل التوحيد أوجب الواجبات عليك ولا أقبل أي عبادة إلا به وأنت لا تعرف التوحيد وأيضا قد يسألك سائل يقول هل أنت مشرك؟ إيش تقول؟ تقول اعوذ بالله أنا لست بمشرك أنا موحد يقول ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ إذا قلت أنا لا أدري ما هو الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري إذا أهم ما عليك تعلم التوحيد واهم ما عليك تعلم الشرك حتى تحذر منه وتحذر منه هذا السؤال الاول لماذا ندرس التوحيد